ايش سوي؟ يفقد دراهم الحق. تضيع منه يعني. نعم. وهل يجوز له ان يقترض لاجل للهدي او نقول عليه الصيام؟ يقول ان بعض الحجاج يكون معه الدراهم وهو ممن يجب عليه الهدي فتسرق منه او تضيع، فهل له ان يقترض من احد من يعرفه من اجل شراء الهدي؟ فالجواب على ذلك انه له ان يقترض اذا كان يجد وفاء في بلده عن قرب، اما اذا كان معسرا ولا يرجو الوفاء عن قرب فلا يقترض، بل يصوم 3 أيام الحج و7 اذا رجع. طيب اكثر الحجاج. واما وجوب الاقتراض فلا يجب، الاقتراض لا يجب، لكن هل يجوز او لا؟ فيه التفصيل الذي سمعت. نعم.